أحسن الله إليكم. هذه أم البراء تقول: بارك الله فيكم، أنا متزوجة ولي أولاد كثر ويتعبني الحمل حتى أصبحت مصابة بمرض السكر والضغط وما إلى ذلك، وأريد أن أنظم النسل ولكن زوجي يمنعني من ذلك، هل لي أن أعمل ذلك من غير رضاه ومن غير أن يعلم؟ إذا كان لتنظيم النسل أو تأخير النسل سبب مرضي وقرر الأطباء ذلك، إذا قرر لها الطبيب أن توالي الحمل عليها يضرها فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولو لم يرضى زوجها بها، لأن هذا دفع للضرر عنها. نعم.